من هنا المساندة الرسمية والكاملة والتاملة لاتحاد الشغل. الوحيد الحاجة الوحيدة اللي بقات واقفة قبل سقوط المدوي لتونس وقبل القضاء على ما تبقى من تونس ومن شعبها هو اتحاد الشغل. واتحاد الشغل أقوى من أني أنا نساندة أو غيره، مش محتاجنا. اتحاد الشغل مؤسسة عريقة، مؤسسة ضحات من وقت الاستقلال ومن قبل الاستقلال إلى حد اليوم قاعدة تضحي، لعبت دورها الوطني، فيها رجالها، يعني مؤسسة قوية برجالها وبمالها وبتاريخها وما نقدر عليها حد كان ربي. يفهم، يزمك تفهم يا خوانجي يا مجرم يا عميل يا سمسار، ويزمك تفهم يا ندائي يا قواد يا اللي ما جيش عبد. يزمكم تفهموا انتوما والكلاب متاعكم والصراصير متاعكم والحشرات والميكروبات والفيروسات اللي تخلصوا فيها وتسب في الاتحاد، راكم ما تنجموش، كان ربي يقدر عليه. وراكم ما كومش باش تنجحوا في المهمه من القضيه اللي قاعدين ماشيين فيها، لا انتوما لا صندوق النقد الدولي لا السفراء متاعكم اللي يعطيكم في الاوامر لا حتى حد. ولهذا يزم المواطنين الشرفاء ما تبقى من الناس اللي ما بعدش روحها يزم يفهموا ايش قاعد صاير اليوم في البلاد ويتحملوا مسؤوليتهم تجاه الوطن، ويفهموا انه البلاد داخله على مرحله خايبه ومرحله خطيره، لانه الحكومه او السلطه او العصابه الحاكمه والعصابه الفاسده اللي تشد البلاد تحب تكمل في برنامجها بالقوه. والشرفاء مثل اتحاد الشغل وغيرهم اللي هما قله مع الاسف ماضيين، قال لك مستحيل نخليهم يتعداوا عليك. يا مواطن تونسي اليوم انك تختار في صف شكون باش تقف.